كان أول عرض عالمي للفيلم، وكان افتتاح سينما بالنسبة لي كان مفرح، وكنت سعيدة به لأن أول دورة للمهرجان السينما العربية بالدار البيضاء. كانت بالنسبة لي كنت تمنيت أنه يكون فيها الخير على المهرجان، وفعلا كان استهلال سينمائي خاص جدا ومتميز. لأسبوع سينمائي رائع دوزنا هنايا في كازا، أضاف ألق خاص على الدار البيضاء، على ليالي الدار البيضاء وأمسية الدار البيضاء. استمتعنا بأفلام بعوالم سينمائية رائعة ومتنوعة، يعني كان ممتع وخاص حميمي. تنقول ليه اجي وتفرجوا، هو مختلف على افلام والاعمال اللي درت ديال زمان. هو فيلم واقعي كيتكلم على رحله انسانيه ديال واحد المراه اللي قرويه، اللي كانت رحلتها تحدث ثوره عند الرأي العام، وثورة سلمية اللي كتغير المصير ديال القرية النائية ديالها. وتنقول بأنه فيه تناول بالمواضيع مختلفة، الدين، الحق، الحرية، يعني كل هذه مواضيع كنظن بأنها كتهمنا وكتحدث علينا حاليا، وهي مواضيع الحية دابا اللي كاينة والساخنة اللي كاينة. تناول خاص جدا وحميمي، تنتمنى أنه يعجب الناس وتلمسهم هذه الشخصيه ديال فاطمة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.